الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. أعلنت عدد من البنوك اللبنانية في بغداد تصفية طوعية لمصارفها عبر وضع لافتات على أبوابها في خطوة تبين انعكاس الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وبحسب مستشار رابطة المصارف العراقية سمير النصيري، فإن التدهور الذي حصل في الاقتصاد اللبناني قبل أكثر من عامين بسبب نقص العملة الأجنبية والمشاكل التي حدثت في البنك المركزي اللبناني والحكومة اللبنانية أدى لانهيار الاقتصاد فيها، ما دفع بهذه المصارف الرئيسة في لبنان لأن تلغي فروعها في بعض الدول العربية ومنها العراق. وأضاف النصيري أن المصارف اللبنانية حصلت على التراخيص من البنك المركزي في العراق للاستفادة من تجربتها وتطوير العلاقات معها، وهو ما لم يحدث. أكدت وزارة الكهرباء الحالية أن الجانب الإيراني سيقطع الغاز في حال لم تدفع له المستحقات المالية من قبل العراق. وقالت الوزارة إن هذا القطع سيؤثر على المناطق الوسطى والشمالية بالنسبة الأكبر، على اعتبار أن المحطات في الجنوب تعمل على الغاز المحلي، لافتة إلى أنها كانت تعول على اتفاقية الأمن الغذائي للدعم الطارئ، حيث كان مخصصا فيها جزئية لصالح سداد هذه المستحقات. وأضافت أن كميات التجهيز الكهربائي ارتفعت بعد الانحسار الذي حدث قبل يومين نتيجة عمليات الصيانة من الجانب الإيراني، وأن الطلب سيزداد على الغاز مع دخول العراق إلى ذروة فصل الصيف. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن سندات الخزانة الأمريكية في العراق ارتفعت بأكثر من ملياري دولار خلال شهر آذار الماضي. وارتفعت حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر آذار من عام 2022 بنسبة 8.79% لتصل إلى 26 مليار دولار، بعد أن كانت 24 مليار دولار في شهر شباط الماضي. وبينت أن هذه السندات ارتفعت أيضا عن نفس الشهر من العام الماضي، عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17 مليار و800 مليون دولار. ومن المتوقع يبلغ فائض مبيعات 20 مليار دولار، وقد استغل 10% من الفائض المالي بشراء السندات الأمريكية. يجتمع القادة السياسيون ورجال الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس على خلفية التضخم الذي يضرب العالم. وتصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف قادة العالم في منتدى دافوس، حيث أشار البعض إلى خطر حدوث ركود عالمي، بينما حذر آخرون من أربع أزمات يعيشها العالم. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام إثر الحرب في أوكرانيا. وبحسب تقارير صحفية، فإن العبء الاقتصادي الناجم عن أزمة أوكرانيا يعد محسوسا في أوروبا، لكن الاقتصاد الأمريكي هو الذي يعاني من ضغوط الأسعار الأكبر. أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يبحث إصدار إعلان طارئ لسحب كميات من احتياطات البنزين بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في الإمدادات وكبح الأسعار المرتفعة. ويبحث البيت الأبيض اللجوء إلى احتياطي للوقود في منطقة شمال شرقي البلاد لحل مشاكل الإمدادات. ومن المتوقع أن يكون تأثير هذه السحب محدودا، لأن هذا الخزان صغير نسبيا ولا يحتوي إلا على مليون برميل من البنزين. إلى أسعار العملات والمعادن. نلقاكم بإذن الله.